هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل سلطه. واحنا اتفقنا ان احنا النهارده حلقه عن اليوسفي او اليوستفندي او اليوسف افندي او ايا كان بقى كل واحد بيقوله ازاي. عندنا ايه بقى هنا؟ عندنا جرجير، عندنا فصوص من اليوسفي، تقدروا طبعا ان انتوا تفتحوها وتشيلوا، يعني تشيلوا كل ده، يعني مش تقدروا، هو المفروض تشيلوا كل الابيض ده اهو وتفتحوها من هنا وتطلعوا منها البذر اهي. المفروض نعمل كده في كل دول، هنتسلى فيهم انا. يبقى جرجير، فصوص من الرمان، فصوص من اليوسفي، عين جمل، صوص يوسفي، لا عصير يوسفي، ودبس الرمان، زيت زيتون وملح وفلفل، وجبنه حلوم. هنعمل ايه؟ هقول لكم هنعمل ايه. كده كده الفصوص بتاعت اليوسفي اخر حاجه هتنزل في السلطه، هكون انا اتسليت عليهم في الفصل وظبطتهم شويه. الجبنه الحلوم على النار بمسحه زيت زيتون وجريل سخنه. يفضل ان الجبنه الحلوم تكون ساقعه، ما تكونش في درجه حراره الغرف، ولازم تكونوا صراع، يعني عشان ايه؟ بعد اللون ده في بقى انها تبتدي تسيح، فاحنا مش عايزينها تسيح على النار. ف اولا اللي بيخلص بيطلع ما بيستناش اخواته، ثانيا ايديكوا تكون سريعه، ثالثا الووك لازم الجريل لازم تكون سخنه جدا جدا، لازم تكون مدهونه زيت زيتون. جبنة الحلوم دلوقتي موجودة عند كل المحلات السوري، وموجودة في كل السوبر ماركتس الكبيرة المصرية والهايبر ماركتس، موجودة بكثرة، يعني مش زي أول ما بدأنا نستخدمها مثلا في البرنامج كانت حاجة يعني شوية مش منتشرة، دلوقتي موجودة في كله. بتكون عبارة عن بلوك كده متكيسة ومعمول لها فاكيومينج، ولطيفة قوي 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 ولذيذة قوي. لو عندكم عيش صاج تحطوها وتحطوا عليها درزل زيت زيتون، طماطمايه، جرجير، نعناع، وتقوموا حاطين عليها دقه الزعتر. هنا الجرجير يا حبايبي، الرمان طول ما هو موجود في السوق ما تسيبوهوش. سلطه ماشي، سلطه فواكه اوكي، عصير ما يقولش لا، يعني طول ما هو موجود ما تسيبوهوش في حاله. عين جمل برضو ما يتسابش اليومين دول بالذات، زي ما قلت لكم مذاكره تركيز، ما يتسابش في حاله برضو. جبنه حلوم، الله 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 الله. ندخل بقى على والبيتزا سي فود كمان معاكم، شكرا شكرا شكرا. عايزه بقى ابتدي اعمل الدريسنج. هعمل ايه؟ بوله، اوبا ليسا، ملح، فلفل اسود، عصير يوسفي، دبس الرمان. كان جاي لي سؤال قبل كده، دبس الرمان بيتشال في التلاجة ولا بيتشال في الدولاب؟ لا بيتشال في الدولاب، عشان لو صاحبة السؤال سمعاني. وزيت زيتون، والدريسنج جاهز. وعلى فكرة ده دريسنج لطيف قوي اي سلطة، يعني مش لدي بس. الله الله، انزل بقى بالدريسنج ده على السلطة وادعيلي. يلا بينا. الله الله الله.